ابعت لي اللياوت ده. حلو، وعايز احطه على الماب واشتغل عليه اندور، بحيث ان البوست اللي معايا لما يجي يشتغل عليه يتكه كده، يبقى سوري يتكه هنا او هنا، يقول له السيل السيل اللي بتسيرفك هنا مين، السايت اللي بيسيرفك هنا مين. تمام، لما يجي يحط السلات على المابا يبقى باين السيل ما بينه وبين السايت، ما بينه وبين المكان ده قد ايه. تمام، الكلام ده بنعمله ازاي؟ ده في حاله ان هو باعت لك لاي اوت. لو مش باعت لك لاي اوت بتشتغل اي حته، اي حته جنبك كده وبتشتغل عليها وخلاص. اي حته فاضيه هي بتبان قدامه ازاي بقى؟ يعني اي حته فاضيه تزوم على اي حته في الماب، اي حته فاضيه في الماب تزوم على الاخر في الماب. دلوقتي ما توريها دلوقتي الحاجه دي الانتداب بتاعها جي بي جي. جي بي جي لما اجي اروحها على الديسكفري مش هينفع، على التيمز قصدي مش هينفع، لازم تكون بي ام بي. فجاي له اوبن ويز بينت، راح فين بينت واحده السناجت، ما السناجت يقدر نعمل ماركه سيف اس. اي نعم، فايل سيف اس بي ام بي. تمام، على الديسكتوب تمام بقت عندي اهي دي كده، اقفل دي مش عايزها في حاجه، ودي انا كده كده مش عايزها في حاجه عشان بس ما نتوهش. بس تمام، اجي بقى على التيمز، اجي قايل له اوبن ماب. تمام، هي اللي هي فين الماب، راح على اللي انا حاططها. تمام، اجي قايل له افتح دي، اجي هو قايل لي this image is not positioned positioned launch image positioning، اللي هو السنابه دي او الصوره دي مش محطوط فيها لات ولونج، مش متظبطه، انت عايز تظبطها. فبقول له يس. تمام، بليز ويت ميج بوزيشننج از لودنج. عندك جوجل اكس؟ طب ماشي، انت بطاريه كويسه ولا؟ لا لا، شغال 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 لسه بيقول يس. حلو، حتى لو عمل انت عايز جوجل اكس انا هقول نجيب اللات ولونج. اللات ولونج ايه ده، انا جبت سين ان انا اللوكيشن اللي بعتلي في سمارت، ادي السمارت اهي. اوكي تمام، ده مين ده؟ ده احنا لسه سين انا هنا حاطط بيناي هنا. تمام، اوكي، اجي الايمج بوزيشننج فتح، فقول دراج اند اوبن ان ايمج او تيب، افتح افتح سناب. فجاي له اوبن ايمج او تاب فايل لو انت معاك تاب ولا حاجه، اهي حطها لي. انا عايز احطها دي على المكان بالظبط، اجي واخد من هنا اهو لت، حطه هنا، حطت ال سوري حطت اللونج اللي بعدها، وجاي له جو تو، وداني عليها على نفس المكان اهو. تمام، كبر عشان اعرف اتعامل. لازم تكون دقيقة 100%. مش لازم، انت بتديها اللات واللونج. المبنى بتاع على كده، المبنى بتاع المصري اهو، المبنى بتاع نوكيا اهو قصدي. طب سؤال بقى، انا على كده لما اروح، انا كده لما اروح مثلا عند حد اندور وعاوز لا اندور بقى، اللي هو ما انا جاي، انا قلت ايه دلوقتي؟ لو اتبعت لك لي اوت، انا بتكلم لي اوت، هو بعت لي لي اوت. اللي اوت دي زي مكتبة اسكندرية، زي مثلا المبنى بتاعنا هنا، زي مبنى المصرية، زي مبنى بتاع ميامي مثلا، شوب سان ستيفانو، فندق مش عارف اللي هو بالشقق من الاخر يعني، كارفور. انما انا رايح عند واحد شقه، رايح عند حد، رايح ستور بلاش شقه، رايح ستور. الستور ده مربع بالظبط. لا انا بتكلم لما اجيب اللوكيشن، افتح على الموبايل واجيب اللوكيشن وخلاص. براحتك اللي انت عايزه، اهم حاجه اللات واللونج ينزلك اهو. ادي مبنى نوكيا اهو، تمام، بظبط عليه اهو. ده مبنى نوكيا اللي انا حاطه عنده البنايه، هو ربي يولع يا رب. حلو،
تمام كده جايين له ايه. انا كنت بسالك من الموضوع ان هو عوض ما يعملش الشغل زي ما انت اكس بوكس دوت تاب في فبركه كتير ليه ما فيش نافه بركه اكس بوكس اه تمام دوت تاب فايل فين اهو سيف ماشي تمام بس هو انا هيغلبنا شويه عشان نجيبه انا كده جاي له اوبن ماب ده ليه بقى فاضل اربعه انا مش عارف هو فين دوس كليك يمين فيو انتاير لير اه فيو انتاير لير اهي واختار الثلاث ابنات اهو شفت يا عم الناس اللي حافظه اه استوينا استوينا الموضوع ده من زمان جدا استوينا عرفنا من اجمل هذه اللحظه طلع بس الهجر بتاعي عشان ايه يلا نفس الهجر بتاعي بس ما تتصلوا على بعض لا ما كانت نيوز برضه فين الموبايل موبايل فين موبايلك فين اي موبايل اي موبايل موبايل انا مش انا عندي لاب باظ بسبب الموضوع ده انا على كده اللاب بتاعي كويس يقول لك الكلام بس الكلام ده اتلغى من اول اكس بي لا كل ضغط ما عملتهاش لا يا باشا كلهم الساده الميكانيك بس كانسل فيها فبركه يا جدعان والفلاشات بس هو فيها فبركه بيجيب انا فبركت فيها اه اه نعمل تسرنج هو ده كام 19 لازم تسرنج اه ما نعملش له حل موبايل بيقرا احنا مش موصلين جي بي اس انا دلوقتي مش موصليش مش شغال جي بي اس جي بي اس بين بوينت مش هشتغل لا انت لو عملت بين بوينت لو داس على البين بوينت الجي بي اس مش هيشتغل ما ده فين المهم يعني ده بتعطل الموضوع حل اوكي استنى هو بيطول شويه كده والله مش شغالش في لحظه ساعات البين بوينت تيجي تفتحها وانت لسه فاتح التيمز الجديد مش متسات تبص تلاقي البين بوينت ما بتعملش معاك ما بتشتغلش ما بيبقاش يعني اقفل بقى الماب وافتحها تاني مش هتشتغل التيمز اقفل الماب بس مابس بس بس بالخير والله قال لي في المندوب بتاعت المابا بس المابا بس هتلاقي الدنيا بقت تبقى المابا مهيسه بس شغلناها اهو تمام اكتيفيتد وعليكم السلام ازاي كده عاوز اسال سؤال هو انا لما اكون موصل مشغل الصوت ده لو هو نزل في ال1000 وتمام نزل الاتصال بيعمل صوت لا لا ما يعملش صوت انا خلاص مش محتاج ولا فيتور لا بيقول صوت بس مش عارف ايه يوترا ولا بتقول لك ايه يوترا اتاتش كومبليت باين ايه يوترا اللي هو بيعمل اتاتش ماشي لو عمل ديتاتش من بي ان ده طيب حلو دلوقتي بقى عايزين نعمل نمشي في جوه الاوضه دي ماشي ادي الزواج بتاع البين بوينت بص ده الزواج بين بوينت اهو ده اللي بيعرف عليه اهو بين بوينت هو انت بتعمل جي بي اس لنفسك انت انت بتعمل جي بي اس انت جي بي اس في حاجه انت في المطبخ في اللون سجل بقى عند العربيه معلق يا سلام يا سلام كيف بقى ما بفتحها تاني حسبي الله ونعم الوكيل ده بتاخد وقت اهو ما بلاش ما شاء الله الشيرنج باب حسبي الله ايه ده ما شاء الله بتزق بقى الحاجات دي معلش انا بريك لك في لبك يا ابني حبيبي اه بقول لك انه رايحك يا اسطى تبعت لنا اكتر سيل فايل ابديتد عندكم عشان انا السيل فايل الجديد ده ما بشتغلش عليه هو بتاع 21 بدايه مش عارف اشتغلش على الجديد انا بشتغل على اللي هو اللي قبليه عشان بيدور بصراحه لا ما هو الجديد هو البلاد لسه البلاد لسه لا ما هو برضه دي برضه فاهمين انت عايزين بقى نعمل اوبن ماب ماشي ليه قال لي وخلاص مش مشكله اد راح فين معلش بس ولا ما فيش نمط اوكي فيو انت يا غليو هي واحد فين لازم تلودها من جديد مش دي لودتها ما جاتش ليه؟ طب ما تدوس تشيل بقول لك ايه افتح كده اللي هي العلامه بتاعت اللايرز دي ايوه شيل بقى الحاجات اللي هي من بعد سكيل اللي هي اليو اس اي والحاجات دي كلها تحت شويه اه شيل بقى يو اس اي وورلد كابيتالز وورلد ايوه بس خلي ان دي دوس اوكي كده اي خدمه اه سوري هي كانت تحت خالص انا اسف تعملها اه كده اسف سوري معلش بقالي مده كبيره ما اشتغلتش بتاع مشكله الحاجات دي بقى بتتنسى بتبقى فاهم 100% وبعد ما بطلت انا اصلا بعمل كده وانا مش عارف انا بعملها ليه اقسم لا لا الفتره الاخيره بحذف الحاجات دي معلش هنستحمل الهزه بقى شويه مش مشكله دلوقتي في بوينت بقى لازم تاخد بالك منها انا دلوقتي مش انا عامل ايد انا
عامل ايه ده، مش عامل البين بوينت. لو سجلت تمام، لو جيت سجلت اللي جايه تعمل اوتوماتيك كود يا احمد. بص مفيش ايه، والبين بوينت اختفت. لازم اعمل البين بوينت الاول، لازم اعمل البين بوينت الاول. تقول له انت فين، مش اعمل بوينت بوينت بس، يعني تتك على البين بوينت وتروح تحط سامبلاي على المبا واتيفر هي فين. ده الصوت اللي بيطلع، هتيجي اعمل بقى كودنج تلاقيها شغاله معاك اهي عادي. ترسم بقى توي، اهم حاجه في الاندور ما بين السامبل والسامبل على الاقل 3 ثواني عشان ما يبقاش. طب هو المسافه قد ايه؟ مش لازم، المهم تعمل مربع على الاقل 3 ثواني عشان يعد سامبلز، عشان يعد سامبلز. بص بص انا بتكلم معاك اهو، قال لي انا عايز سامبلز كتير. ايوه انا بقول لك انا بتكلم معاك اهو. بص هحط السامبل، لو عملتها لك عند البتاع على الديسكفري هتلاقيه عد سامبلز كتير في الوقت ده. تمام، هو بيعد، هو بيعد كل وقت كل شويه. يعني هي سامبلز مش ستيبس، هو بالسامبلز هي بالبنايه، مش بالبنايه بس، مش على طول. انا كنت بعمل ايه، كنت باخد خطوه والثانيه اجي اعمل بين بوينت، خطوه والثانيه ومش بجري ماشي عادي، خطوه والثانيه. جي بي اس بوزيشن انفاليد. طبعا طبعا اول حاجه، اول حاجه وانت شغال اندور تلغي الاوتوماتيك كوبي. طبعا ليه بقى؟ لا وقف وسجل وضيع لي البين بوينت. دي اول حاجه. تاني حاجه وانت شغال اندور بتعمل ايه؟ سي انا شغال في مبنى في مكتبه اسكندريه مثلا، باجي عامل ايه؟ مسمي اللوجايه باسم الدور اللي انا شغال فيه، بتظبط يعني الحاجه. تمام، انا شغال دلوقتي في الدور بي 1 في الدور الاول، في الدور الثاني لما بتلغي الاوتوماتيك ريكورد، لما بتيجي تدوس على ريكورد يسالك الاول اللوجايه دي هتحطها، هنوقفها اسم ايه، هنوقف يا عم الراجل القديم على فكره، مش الدرجات يعني. ماشي، هنجيبها اهو اوبشن ريكودنج، هنلغي مع بعض اهو، هنشيل اوتوماتيك ريكوردنج ونشيل دي كمان، مش عارف انت سايبها ليه اصلا. ابو يوسف، يا ابو ياسر، كليك بريزنتيشن ويندو ات ستارت نيو فايل. انا اللي عامل التشغيل دي، لما بتيجي تسجل بيمسح لك الباص اللي انت مشيته. هو كده كده احمد بس التراك انا بعمل على طول فريش، ما انت خد صح كده، يبقى تراك مسحها وحط اللي هو اللي احمد ما بيخليش حتى المسافه كده بيسجل، بيمسحها وجوه كل شويه. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هنسجل اهو. تمام، راح اسجل. حاول انت عايز تسجل فين كده يعني؟ مثلا اهو ديسكتوب، سيف نسميها ايه مثلا، اوفيس 1 دور سوري فلور، يعني كل اوضه في اللوجات. لا انا دلوقتي بس عشان عادي طبيعي ان انت هتسجل كل حاجه، انا مش همشي المبنى كله يعني. لو عند الكستومر اكيد لا، هي اللوجيه واحده كستومر صح، انما مثلا لو حاجه زي المكتبه اكيد مثلا، او حاجه زي ده الادوار، لا واحد زي ده حاجه زي كارفور مثلا، كل حاجه دور، كل دور ولو جاي. انا اشتغلت دندي، ده الدور اشتغلت ايه دندي، دندي واشتغلت كارفور بتاع اسكندريه ده 500 مره، فجيت فشلت ليه؟ ما كانوش بعت لي ليه اوت ولا لده ولا لده، جبته من على النت. لا من المبا اللي هم حاطينها في البتاع، انا صبرتها صبرتها وعملتها ليه. ايه تاني معلش، انت وانت شغال اندور احسن لك ان انت يبقى معاك لي اوت، لو مبنى كبير ابو ياسر نايم عشان الشغل ده مش على مزاجه. لا انا بتفرج والله. بص بص انا اتكيت ايد اهو وحرك المبا وهجيب الاله البوم بوم شغال معايا تاني. يعني انا شلت ايدي من على البين بوينت وحطيت اي حاجه اهو شغال عادي يا ربي. تمام، في حاجه بقى، لو انت سي انا بتكيت هنا اهو جنب لوحده، فتخلي بالك عشان ما تتكاش على طول وراها، يبقى حاطك تحت. تمام، يعني انت لما تكون على البوردر تخلي بالك عشان ما تلاقيش. هسأل الغيه ازاي؟ لا ما بتتلغاش خلاص، هو الراجل بقى بيبقى عارف او بتفكك، والراجل بيبقى عارف ان هي طلعت بره منك، فاهم عادي يعني مفيش مشكله. تمام تمام، يعني مش بيعلق لك المشاريع، بس هي تخلي بالك يعني ان انت تطلع شغلك ما فيهوش غلطه. تمام، بس معانا بودة شاي ولا ايه؟ في الحته الاخيره دي مش قوي، بس
بص يا ولد الشاي دلوقتي انا ماشي اهو حلو ماشي اهو داخل شمال جيت هنا على البوده وقت جاي متك شمال حلو فهمت قصدك هو هو جنب الماب مسنتري الحته اللي انا اتكيت عليها دي في النص تمام فانا لو مش مركز ومش واخد بالي وبكتب بسرعه وبعمل بسرعه حاجه هو عامل ايه حاجه انا متكي هنا بقى بص قد ايه خلي بالك يا انت بتلف ايوه خلي بالك انت بتلف اهم حاجه في ايه انت هتقول لي يا بودة جي بي اس بوزيشن انفاليد ايه مش عارف هينفع انت عندكش ديسكفري يا ابو ياسر انا بكمل طب موجود بس هو ساعات اشتغل انا عندي ديسكفري انت ديسكو بس مش شغال طب والله تمام كده لا تمام خالص حلو وقف بقى السنيك ديسكفري لازم تتاكد ان دي بروفيشنال وانت بتفتحه تمام بيحاول انت ينفع تشغله وانت مشغل النت هنلود اللي جايه بص شباب 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 لحظه بس دلوقتي هعمل امبورت اللي جايه اللي انا لفتها اللي انا لفتها دلوقتي معلش يا ولا شفت كات يا صايع حلو نوكيا بيلدينج استغفر الله الله عليك في الانجليش زي زفت والله ماشي فلور واحد جهات الاوكي وقال له من هنا دي قلت تكنولوجي دي بختارها لما بكون شغال كل حاجه انا شغال 4G بس قال له قلت دي ديفولت تمام لو شغال 3G و2G مش عارف ايه بقى قال له اول تكنولوجي ده بيقلل معايا في السايز اللي هو بيفرد فيه اللي جايه اللي جايه على الاقل بتتفرد في 10 اضعافها على الاقل تمام انا النيو سايت مثلا اللي انت بعتولي بقى 300 ميجا تمام ممكن دلوقتي اخش اشوف لك السايز بتاع البروجكت بتاعه قد ايه بيكبر لما تيجي تاخد حتى هتلاقيه بقول لك دي بتاثر فيها الكونفيجريشن فايل اللي بعته لنا كريم الكونفيجريشن فايل ملوش دعوه باللي انا عملته دلوقتي حلو انا دلوقتي لوت اللي جاي تمام هاجي افتح نوكيا بيلدينج اهو بس حلوه البوينت دي تمام في الاندور ما بشتغلش كومبوزيت الكومبوزيت دي ايه الكومبوزيت الكومبوزيت انت مثلا يا ياسر او شادي او طب انت واقف في الكود مش لا انا مسجل لو واقف يجيب لك العلامه تحت اوكي تمام انت دلوقتي شغال كلاستر وبتقطع لوجات يعني كل انت عامل اوتوماتيك ريكوردنج كل دقيقه يسجل كل دقيقه يسجل تمام فانا عندي سي كلاستر ده 100 لوج جاي لما اجي اتعامل معاهم انا كبوست بروسيسنج هتعامل معاهم كلوجايه واحده ازاي بالكومبوزيت دي اللي هي بتجي متك عليها كليك يمين كريت اديت ستاتيك كومبوزيت واجي اسحبهم كلهم هنا ودي لفه ال 1800 دي لفه الداونلود 1800 دي لفه الداونلود 700 لفه الابلود لفه سيرش باك باجي اعملها وسايف الكلام ده صح وسايف لو في مشاكل لو في مشاكل بتبقى واقفه عشان كده بنطلب ان محدش يعيد نفس الشارع مرتين از ماتش از يمكن يعني قد ما تقدر ما تمشيش نفس الشارع مرتين از ايه از ماتش از يمكن حبيبي يا بطل كاتش مي ده انا بليز جيف مي 15 18 باوينت ماشي لما تفتح اللوجايه ام اس 1 بتفتح بص فلتر حاجات كتير قوي انت عارف ان لو مش معايا الفلتر فانت لو مش عارف فانت لو مش عارف انت عايز ايه او مش عارف مكانها فين انت واحد لسه مبتدئ في الديسكفري في سيرش بقى حطوه حلو لا للاسف ما فوقش الاكتكس هو اللي فيه هنبقى عاملين ايه عاملين شو من هنا وليستنج فلتر تمام هختار من هنا الفيفوريت بتاعنا اللي هو بتاع الفو جي اس اس بي حلو تمام بونكا ده مين ده طب ما تفتح مش متعود افتح البتاع دي كلها يجيب لك الحاجات اللي احنا عايزينها بس
سكيوري، هنفتح مثلا ال ال تي سيفنج سيل كواليتي ده لما بتكون له جايه واحده نبعت لها صفحه او كومبوزيت الاثنين هو نفس الحاجه. بص انا شايف يعني ايه، مش فاهم انا نور يعني ايه او كومبوزيت. ما هي لو له جايه واحده اه تمام، لو انا شويه لوجات وعملتهم كومبوزيت كلها لسه قايلها من سنتين لما انا خليتهم كلهم حاجه واحده هيبقى نفس الكلام. يعني لو عملت كومبوزيت دلوقتي ابعته افتحهم كلهم وكل واحده لوحدها لازم اعملهم كومبوزيت عشان افتحهم كلهم؟ لا ما هو لازم اعمل كومبوزيت واحده ازاي؟ لا لازم اعمل كومبوزيت عشان افتح كلهم مع بعض. انما دلوقتي لو انا عندي 100 لوجايه افتحهم كلهم مع بعض ازاي؟ ها تاني كده هديتكت ازاي اذا كان في لوجايه فيها مشكله؟ ما هتشوف مع بابا بيبان اسم اللوجات. لا بالباب من بوينت ديتيلز من هنا بتجيب دي اول دي او وتتك على اي حاجه يقول لك اسمها ايه. اسمها ايه في لوج 1 ام اس 1 لو انا عامل الموبايلين هيقول لي ام اس 2، لو انا مسمي كذا لوجات هيقول لك اسمها ايه. تمام طيب دي كده ده عادي كده اللي هو اللي انت بتنزل تشتغله كومبلينا تعمل في حته فاضيه عشان كده انت كنت بتقول بيعمل بيشوف بسرعه عشان تمام. ده كده لو انا شغال في حته فاضيه عملت مربع او عملت حاجه طرقه ومشيتها. طب انا عايز احط اللي اوت اللي معايا اللي انا شغال عليه هنا برضه ازاي بقى جاي من هنا بدل ما اعمل امبورت درافت تست بنزل تحت امبورت جي اي اس تمام واجي اد فايل رايح مختار هو حتى وداني عليه على طول اهي التاب اللي انا عاملها واجي مسميها اي حاجه تمام اهي اتلوت ثواني. طب ونفس الكلام لو لوجايه بقى الدور عادي تمام او الدور بتروح من هي اونلاين اجي جاي من هنا بروجكت ديتيلز من تحت بروجكت بروبرتيز من تحت من هنا اجي مختار المكان اللي انا عامله اللي هو بي ام بي بي ام بي ده حلو وجاي له سيف. دي برضه لو عاوز تحط البوليجون برضه دي للبوليجون لو انت لو انا بعت لك بوليجون وانت عايز تشوف انت مشيت جواه ولا لا او ده اللي اوت اللي انت اللي انا عايز احطه تمام. انا عملتها سيفتها اهو نيكس لور جي اس اهي ترميها افتحها تمام. لو انتوا فاكرين ايوه الحتتين اللي احنا طلعنا فيهم تحت وفي الشمال ما شاء الله تبارك الله تمام تمام جدا الليجند بتاعتها اهي بتحاول تفت ال بتحاول تفت الشاشه على قد البتاع السنابايه بتاعتك قد السنابايه ساعات ما بيعملش عاوز اسال في حاجات اللي بتتحصل فاكر السايت